هنروح على حدث كان اليومين اللي فاتوا مهم جدا، برنامج او موقع تتويج نيوز. الموقع ده الحقيقه اكبر موقع في مصر مهتم، يمكن من اكبر المواقع، بلاش من اكبر موقع، من اكبر المواقع اللي بتهتم بالالعاب الاخرى ونجومها. عمل استفتاء ضم اكتر، والاستفتاء يضم يعني مجموعه من اللاعبين على مراكز ولعبات كتير، رجال وسيدات. والحقيقه دي هي حدث احنا بنحييهم عليه وعايزينه يستمر الحقيقه، لان ده بيكون دافع للاعبين ان هو يحصل على القاب زي دي، او المدربين، او اي عنصر من عناصر اللعب. الاستفتاء بقى الجميل انه ضم اكتر من اسم من نجوم الاهلي، ولو رحنا مثلا للفائزين هنلاقيهم كتير. مثلا ثريا محمد اللي كسبت احسن لاعبه جماعيه، وجي من وراها ايه الشامي نجمه فريق طرا بالنادي الاهلي وحققت المركز الثاني. لو رحنا لجائزه احسن لاعبه فرديه فكسبتها ميار الشريف لاعبه التنس الارضي لاعبه النادي الاهلي. وكمان فازت هنا جوده بجائزه افضل ناشئه، وحققت كابتن تهاني طوسون النجمه العالميه الاسطوريه لينا بجائزه افضل مدربه. وجي كابتن محمد مصالح ميدو في المركز الثاني كافضل مدرب. وكمان فازت شروق فؤاد صانعه العاب الفريق الاول الكره الطائره بالنادي الاهلي، فازت بجائزه ملكه جمال الرياضه. كاميرا الابطال كانت موجوده في الحفل ده وصورنا التقرير ده مع ابطالنا. نتفرج على التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. الرياضة العمود الفقري تقاس من خلالها مدى تقدم وتحضر الأمم والشعوب، وهي رسالة مهمة جدا للأمن والأمان لأي دولة في العالم، وهي أحد أهم عوامل عجلة الاقتصاد من خلال السياحة والتسويق والإعلام، وهي نافذة حقيقية لدور المسؤولية المجتمعية للشركات الخاصة في تنمية وتطوير المجتمع. هو ده اللي احنا عاملينه النهاردة، إن احنا إزاي بنجمع مجموعة من الشركات عشان تبقى سبونسر لأبطال الألعاب الفردية. أبطال الألعاب الفردية هم اللي بيحققوا الميداليات لمصر في على المستوى القاري والعالمي والأولمبي، وهم اللي محتاجين الدعم الحقيقي. احنا عملنا بنش مارك لأول مرة عشان احنا عايزين نعمل نموذج زي فرانس فوتبول في كرة القدم، أو زي مهرجان كام في السينما، إن مصر يبقى عندها فينجر بين اسمها ذا بيست في تتويج، تمام. والاختيار تم عن إنجازات 2020. طبعا 2020 اشتغلنا فيها أول 3 شهور، بعد كده جت جائحة كورونا، فمعظم اللاعبين الموجودين هم اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020. طبعا ده انجاز يعتبر شخصي ليا، يعني الحمد لله تتويج لمجهود ده 4 سنين انا مقدمه، الحمد لله 3 سنين اللي فاتوا ما خسرناش بطوله كفريق، في شرف كبير جدا ان انا مثل النادي الاهلي النهارده. طبعا يعني مجهود كبير جدا، يعني لازم يعني الرياضي شغلته اصلا بتبقى صعبه جدا، بتاخد ذهنيا وفنيا سواء كان لعيبه او مدرب. المدرب بيستحمل كتير جدا انتقادات، و بيستحمل ضغوط، خصوصا لو كان بيشتغل في نادي زي النادي الاهلي لازم يتحمل ضغوط كبيره جدا، مسؤوليه كبيره جدا قدام مجلس ادارته وقدام الجمهور ان هو دايما يحقق مركز اول. فالحمد لله رب العالمين، يعني ان انا الحمد لله السنه اللي فاتت توجنا بثلاث بطولات غير السنتين اللي قبليهم، ما توجنا برضو بثلاث بطولات الحمد لله. طبعا اول حاجه تحصل لنا كالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه يصل حاجة من موقع محترم زي تتويج، يعني اللي هو يعني يدينا دعوة النهاردة اللي احنا نيجي نشارك ان شاء الله في الحفل دوت، فحاجة طبعا مختلفة. طبعا كل السكور طبعا على كرة القدم، فأول مرة نشوف حاجة زي ما بيقولوا بره الصندوق، فكرة حلوة ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرمهم. دي بتدفع الأجيال اللي هم ييجوا يشاركوا في السنين الجاية ان شاء الله، فطبعا حاجة محترمة وحاجة مشرفة لنا ان شاء الله بإذن الله. احنا عندنا الحمد لله لعيبة كتير مميزين، اتمنى طبعا اشوفهم مش موجودين النهارده هنا بس، موجودين في كل حاجه طبعا على المحافل العالميه كمان باذن الله. فطبعا دي حاجه تشرفني وتشرف المدير الفني وتشرف في النادي الاهلي وتشرف في اللعبه كلها. طبعا دي بتبقى موجوده طبعا في النشئ اللي موجودين في النادي الاهلي، بيبقى عندهم طبعا الرغبه وعندهم الاصرار وعندهم العزيمه، متربين على كده من هم صغيرين. طبعا انا اتعلمت وشفت اجيال علموني وورثوني الحته ديت، خلاص بيطلع لنا الدرجه الاولى، بنساعده على قد ما نقدر، بنديله التعليمات، بنديله خبرتنا اللي احنا اتعلمناها. فطبعا اللعيب بيبقى هو مجهز اوريدي اللي هو يكون لعيب كبير، او خلاص الناس شايفينه يبقى حاجه كويسه، يعني بنساعده على قد ما نقدر، وان شاء الله ربنا يكرم الجميع باذن الله. مبسوطة جدا طبعا، وليا الشرف ان انا ابقى بين كل الناس العظيمة دي، ومبسوطة جدا ان انا في التكريم بتاع النهاردة. وعندنا ان شاء الله بعد اسبوع الدوري الممتاز الدورة الثانية، الحمد لله اول ما
امبارح كسبنا الدوره الاولى لازم نكسب الدوره الثانيه عشان نبقى كسبنا الدوري، فان شاء الله لما نعد الاسبوع ده عشان ان شاء الله الاسبوع الجاي يبقى نكسب ان شاء الله. طبعا خطوه كويسه جدا لاي رياضي، الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه جدا على كل الناس، وشايف ان دي خطوه يعني هتدي دفعه كبيره للناس الرياضيين الكويسين اللي اهتموا بنفسهم وعدوا الكواليفيكيشن عشان يقدروا يوصلوا للدور الاولمبي. يعني ان شاء الله يكون دي دايما البوش بيبقى بعد الدور الاولمبي، يعني بعد الميداليه وبعد الانجاز، ولكن ده وقت حساس جدا واللعيبه فعلا محتاجين الدعم المعنوي. هم حاجتين الانسان ما بيبصش عليهم، يعني التقدير والتشجيع دول ملغيين تماما، هو شايف الهدف هو الاساس في كل حاجه، وشايف حياته كلها مبنيه انه يحقق ذاته اكتر وبيمثل بلده يعني مش بيمثل نفسه. فاللقطه الاخيره هي اللي بتستحوذ على كل الشواهد وعلى كل المطبات اللي بيواجهها.